عوز اهلا وسهلا مرحبا بك. اهلا بك، مرحبتين، الله يحفظك ويبارك فيك. اولا نبغى نعرفوا شكون فواز. انا صحفي مصري خريج كلية الإعلام، خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، عضو نقابة الصحفيين المصريين واتحاد الصحفيين العرب. خدمت في عدة صحف داخل مصر، ثم في الخليج، ثم ليبيا، ثم الخليج، ثم جيت المغرب لزيارة وليس عمل، ولكن كنا مرينا بمراحل وظروف كثيرة واختبارات مهنية وسياسية، فخلتني زي ما بتقولوا بالدارجة عيد. فجيت هنا أعيش وأستقر بعيدا عن أي شيء لفترة سنة 2014، ثم دخلت مجال التاريخ والتراث لما شاهدته وعايشته في المملكة المغربية من تنوع ومن أمور كنا نعيش على، وخاصة في الخليج نقيضها تماما. الحياة هناك نقيض الحياة هنا في أشياء كثيرة جدا، والنقيض دائما يخلق الفضول، فكان جي من هنا الفضول. بدأت أكتب عنها لصحف الخليج عموما، لكن أكثرهم الوطن القطرية، ولقى نجاح ما كتبته وكانوا بيحبوه، فتحمست واستمريت فيه ومش الحال الحمد لله. اولا الجانب السياسي، احنا شغالين في المجال طول عمرنا، يموت الزمار وصوابه وبتلعب. يعني انا في الاول يعني كما قلت من 2014 قررت اني ابتعد عن السياسه، ولكن في قضايا مصيريه لا تسمى قضيه سياسيه، يعني قضايا مثلا تخص امن واستقرار بلادي هي قضيه الحياد فيها خيانه. يعني قضيه الصحراء المغربيه ليست قضيه سياسيه بقدر ما هي قضية مصيرية تخص كل مغربي، كل عربي، كل مسلم. أنا كلت معاكم عيش وملح وخالطت القضية عن قرب، وارتبطت بهذه الأرض بالدم وبالعيش والملح، فأصبحت كشاهد عدل في وقت فيه المشارقة لا يعرفون أبعاد القضية. خلينا من بعد 2011، نوفمبر 2011 وقضية الجرجرات، قبل كده لما تسأل مواطن مشرقي ما هي قضية البلوزاري وما يعرفش، يا إما عنده صورة مشوشة نتيجة بث رسائل غلط كانت بتوصل هناك وما زالت إلى وقت قريب. يعني من هنا أصبح لي دور، لا يمكن أن أكون صحفي بشوف المغالطات هذه في سواء أهلي وناسي في الخليج أو أهلي وناسي في مصر يرددونها وأقرأها في صحف وأسكت. وشفت كتير فيما يخص التراث، فيما يخص قضية الصحراء المغربية، فيما يخص قضايا كثيرة، وبما إني أعرف وأنا صحفي فمن حقي أتدخل. من الأول هي الاطلاع ده كان بحكم مهنتي، كنت أعرف القضية بحكم إني صحفي كنت أتابع الشأن الدولي والعربي يعني. إنما لما جيت عشت هنا اكتشفت إن أنا نفسي عندي معلومات ضبابية، لا هي غلط ولا هي خطأ، ولكن ليست كما ينبغي. لا أعرف تفاصيل من يسكنون في مخيمات تندوف، كنت أظنهم بين قوسين، وكنت أتبنى نفس المصطلح شعب صحراوي. مفيش حاجة اسمها شعب صحراوي، ده اكتشفته بعدين، واكتشفت أن بعضهم مغاربة وجلهم من مالي وتشاد والنيجر لقطوه من كل مكان. اكتشفت ان هم لا يوجب حصر باسمائهم، اكتشفت انهم يرتكبون اعمال تخريبيه وعدوانيه ضد المملكه، وكثير من التفاصيل لما سمعت العائدون من تندوف هنا وبيحكوا تفاصيل ما حدث هناك وكيف يعيشون هناك وكيف انهم مختطفون ومن منهم ياتي لزياره اهله في الاقاليم الجنوبيه المغربيه، بياخدوا نص العائله تيجي والنص الاخر في رهينه ثم يعود هذا فكل هذا لا تجده مكتوبا. والنهارده في الندوه انا تحدثت على ان صحافه الشرق لا تعرف الكثير من التفاصيل المهمه التي يجب ان يعرفوها كي لا يتعاطف مع طرف ليس صاحب حق، بل ليس طرف في القضية أصلا. القضية قضية المغرب وبعض المغاربة المقيمين في تندوف، وليس كل من مقيمين هناك. الجزائر ليست طرف كما تدعي هي، ولكنها هي الممول وهي المحرض وهي صاحب القرار وهي كل شيء وهي المحتضن وهي كل شيء. لذلك من هنا جاء موقفي أنا، إن هذا موقف إنساني بحت، موقف عربي، موقف إسلامي. المملكة قدمت في 2007 طرح الحكم الذاتي،
وده طرح منطقي ومعقول بشهادة الكل. الضبابية عند الإعلام تنعكس بالتالي على السياسي، والسياسي شوف من 2010 لما 2020 وقعت تندوف الجرجرات آسف، هذه العشر سنوات كان كل دولة غارقة في مشاكلها. الإعلام العربي غارق في مشاكل ما يسمى بين قوسين الربيع العربي، ومن بما فيهم مصر وانحيازات دول الخليج، شوية مع الفصيل ده وشوية مع الفصيل ده، وتهنا في معركتنا دي. جاء بعدها أزمة الخليج، سميها انت حصار قطر، سميها المقاطعة العربية، سميها زي ما انت عايز، أزمة الخليج اللي حصلت ودخلنا فيها برضو شوية والصحافة غرقت فيها. يلا من 2020 بعد وقعة الجرجرات بدأوا الناس في المشرق الصحفيين عموما ينظروا للأمر نظرة مغايرة. هؤلاء مخربين، خاصة ان بدأت الصحف العالمية ووكالات الأنباء، منهم وكالة الأنباء الفرنسية، منهم الأناضول، منهم ده، بدأ ينقل من هم أن هؤلاء المخربين، العملية البائسة التي لا تساوي شيء، إير ناس راحت كسر الطريق. فبدأ يدور في الموضوع، ولو أنت صاحب حق، البديهيات لأي إنسان، لو أنت صاحب حق ما تسيبش صندلتك وتجري تموت عليه ولا لأ، وأنت عابر عارف أن في جيش وعارف أن في قتال، مش أول ما تشوف الجندرم الدرك الملكي وليس الجيش، تتعامل بحرفية كبيرة نحيي عليها. أول ما شافوهم جري وساب الصندلة، إذن دول مش أصحاب قضية. بدأت تتغير المفاهيم في مواقف متتالية، ثم موقف الجزائر، ثم موقف رمطان العمامرة وما قبله من وزراء خارجية، ويقف يهرطق أمام الأمم المتحدة وأمام في كل مناسبة يقول كلام هو يفعل عكسه. الدبلوماسية المغربية تعاملت بحكمة، منهم السيد عمر هلال قال للرمطان العمامرة في محفل دولي: المبادئ ليست مزاجية، إذا كنت تدعم تقرير المصير بين قوسين وحرية الشعوب ما عندك القبائل، طب ما عندك الطوارق، ولا هو هنا وهنا لا. فبدأوا يتفرشوا كما تقولوها بالدارجة أمام العالم. بدأوا الصحفيين يهتموا، وإن كان عندهم معلومة، لكن زي كما قلت لك ضبابية، ليست كاملة، ليست كما واحد عاش هنا يسمع من الناس ويشوف من المغاربة ويزور الجرجرات وتندوف أو جلميم، ورحت الدخلة ورحت العيون وشفت عن قرب وسمعت من العائدون وسمعت من أهل الصحراء الموجودين رأيهم وولائهم وتأييدهم لملك المغرب. إذن وهنا كان سؤال، أول سؤال طرحته، إذا كان سكان تندوف لهم رأي، طب واللي في الأرض دي ما لهمش رأي؟ إذا كان دول لهم حق تقرير المصير، طب واللي عايشين فيها نموها وشالوها على كتفهم؟ الدخلة تبارك الله تروح تشوفها حاجة خيالية، رغم إني كما أقول لك الصورة الضبابية، وأنا جاي للصحراء أنا جاي بمفهوم صحراء، خيام وإبل وقفار، ده اللي شفته أو هذا ما سمعته. خاصة أن مصطلح الصحراء دائما أقولها وأرددها ظالم. فلما جيت رحت الدخلة، صحراء مين؟ صحراء مين؟ أمال العمار يبقى شكله إيه لما دي صحراء؟ تبارك الله ما شاء الله. رحت العيون، لدرجة أن نشرت منشور مؤخرا عن مدينة العيون بالصور، ناس في المشرق قال لك دي صحراء في التعليقات، دي صحراء ما شاء الله. فمن حمل على عاتقه تنمية هذه الأقاليم وجعلها بهذا الشكل جنة تبارك الله. الجزائر صاحبة الملف وصاحبة هذا الفصيل ومموله من 75 كما يعلم الجميع، وهي اللي مولته بالسلاح، ولولا الجزائر ما كان هذا النزاع أصلا. الجزائر لها أطماع ولها أحقاد ولها أولا نظام يفتقر للشرعية من زمان، الجمهوريات هكذا يفتقر للشرعية جنب نظام ملكي مستقر. يهم طوال الوقت من أيام بوميديان أنه يحارب هذا النظام، لأن عنده في الداخل يشعر طوال الوقت أنه غير شرعي. إلى الآن مشاكل، اهتم بمشاكل خارجية عبثية لا تخصه هنا وهناك كما تعلم، وأهمل الداخل، فدخل في سلسلة من الخسائر والهزائم، وأصبح يدور في دائرة يبدأ من حيث انتهى وينتهي حيث يبدأ، وبالتالي سيظل هكذا إلى أن يتخلى عن الأفكار اللي تجاوزها الزمن.
كل شعاراته وأفكاره وسياساته حتى الداخلية تجاوزها الزمن. يعني أما أشوف في الجزائر أقرأ خبر من كم يوم وصلت عندهم بطاقة الائتمان البنكي، وصلت المغرب في التسعينات وموجودة في الخليج من الثمانينات على سلامتكم، في دولة بترولية المفروض أنها دولة غنية. فإذا النظام الجزائري له أطماع نعرفها جميعا، وهذا النظام طوال من أيام بومدين هو نفس النظام، تتغير الأشخاص لكن الأفكار واحدة، كلها أفكار تحمل الكراهية والحقد ضد المغرب وتروج للعدوانية ضد المغرب، وفي المقابل ترى رسالة صاحب الجلالة في خطابات وخطابات، اليد الممدودة، السلام، مصالح المنطقة، مصالح شعوب المنطقة، السعي لاتحاد مغاربي، ترى هنا سلام وترى هنا لا شيء، حتى ما تقدرش تفهم هم عايز يوصل لفين. أي أطروحة قدمها منطقية قولها لي ما تلقاش. هو كان اعترافا متوقعا، يعني موقف أسبانيا كان ما فيش فيه كلام، كانت باينة جدا الموقف المغربي من الأول، ورسائل سواء كان جلالة الملك محمد السادس أطال الله عمره أو سيد ناصر بوريطة، لما تسمع تصريحاتهم بما فيها مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، تسمع منها الرسائل إن نحن لسنا دركيين لأحد، نحن كل دي رسائل تؤكد أن المغرب يقف على أرض صلبة لا يفرط ولا يفاوض في صحرائه وفي أراضيه، وأن أسبانيا عليها أن تتعامل بالندية أولا، ثانيا بسياسة المصلحة، مصلحتي ومصلحتك ومصلحة الشعوب. وبالتالي أنا كنت أتوقع هذا، أتوقع أن وده قلته في البدايات يعني، والناس تبعته عندي، أن أسبانيا لا سبيل أمامها إلا أنها تتعامل مع المغرب بحسن الجوار، وأن تعترف بحقه في السيادة على أراضيه وفي أمنه واستقراره. أما دعم الانفصاليين فعندك في كاتالونيا وعندك في الباسك، وبالتالي بدأت أصوات في الداخل تتحدث عنها. يعني رئيس الوزراء الإسباني هو خد المسار اللي يغنيه عن مشاكل كثيرة اقتصاديا وأمنيا واستقرار اجتماعي وحاجات كثيرة في أسبانيا نفسها، وليس أمامه كان خيار آخر غير أنه يتخذ هذا الموقف. أما إن الجزائر فده شيء عبثي مضحك، أنت تدعي الإسلام ونحن خاوة وإخوة وندعم فلسطين الإخوة ظالمة ومظلومة، طب ما المغاربة إخوة ومسلمين وبينكم كما تقول قواسم مشتركة. أنت زعلان أو متقلق إن العدو التاريخي من أيام الأندلس يحارب المغرب منذ ذلك الوقت، عدل عن خطأه وسلك طريق سوي مع الجار المسلم، ده شيء غير مفهوم. وانت مسلم المفروض المنطق والعقل يقول حسن الجوار او علاقات الجوار، العلاقات التاريخية اللي بينكم من بعض، الاخوة في الدين والدم والنسب وحاجات كتيرة بينك وبين الجزائر. يعني قرار رئيس الوزراء الاسباني الكل اشاد به. اولا يا اخي خلينا بعيدا عن الانتماءات وعن للسلام للاستقرار في المنطقه، انت الوحيد اللي اعترضت عليك جزائر اخ مسلم جار، انا اتحدث عن نظام بالمناسبه ليس عن شعب. وبالتالي شيء يخليك كانسان خليني محايد، رغم اني مش محايد، ما فيش حاجه اسمها محايد، الحياد في مثل هذه القضايا في رايي خيانه، ولكن خليني محايد. لما تشوف هذا المشهد كيف تحكم عليه؟ النهاردة شوف صحف الخليج كيف تتناول قضية الصحراء المغربية والطرح المغربي في صحفها، شوف أي صحيفة هتلاقي خبر صفحة أولى دائما عن المغرب فيما يخص هذه القضية، وده ما كانش موجود قبل كده، وده ناتج عن ما حققه المغرب من نجاحات سياسية ودبلوماسية. وتعالى شوف النهاردة سفراء المملكة في الدول العربية، هتلاقي يوميا حوار لسفير ما في صحيفة ما خليجية أو عربية عموما. لذلك أنا أقول أن قضية الصحراء في رأيي الشخصي، ملف الحديث عن الصحراء الملف التقليدي طوي وانتهى إلى الأبد. ما نتحدث عنه اليوم هو ما يخص المغرب من ناس في تندوف، ودول لهم المملكة ترى أن لهم حق في أنهم يرجعوا بلدهم، والوطن غفور رحيم كما تقال الكلمة الشعبية. نمرة اثنين، تنمية هذه الأقاليم التي دخلت في صراع طويل دون داعي، وتبارك الله أنا شايف الأقاليم من جلمين، من العيون، من
الدخلة شيء ما شاء الله يثلج القلب ويشرح النفس، وأتمنى دائما من تقدم إلى تقدم ومن ازدهار إلى ازدهار بإذن الله.